السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرنامج ده قائم على موضوع الصحة النفسية. هو الأول بيعرف روتينك اليومي وبيبدأ بعد كده يتعامل معاك بحيث إن هو يعمل على تهدئة القلق وتحسين الإنتاجية بتاعتك وتحسين الحالة المزاجية بتاعتك. هنشوف إن هو مهم جدا لأن موضوع الضغط النفسي ده ناس كتير بتعاني منه، فمفيش أي مشكلة خالص إن أنت تدردش معاه ويوجد لك بعض الحلول إن إزاي تزود الهدوء النفسي بتاعك، تعمل ريلاكس كده تمام. هو يعني شات جي بي تي متخصص في الحاله النفسيه وفي قياس الضغط والاستريس ويعالجها.